الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت غرفة تجارة وصناعة دهوك أن قرارا صادرا عن هيئة الجمارك يلزم المستوردين عبر منافذ كردستان العراق بنقل بضائعهم إلى وسط وجنوب العراق في غضون 72 ساعة من دخولها، ما أثار مشاكل كبيرة في مجال التجارة. وقالت الغرفة إنه في حال عدم تمكن التجار من نقل هذه البضائع في غضون 72 ساعة يلغى العمل بوثائق استيرادها، وهو ما تسبب بمشكلة كبيرة للتجار، إذ إن معظمهم يملكون مخازن ويعملون في توزيع البضائع، موضحة أن هؤلاء يخزنون البضائع في مخازنهم أولا قبل توزيعها على باقي المحافظات. أعلنت وزارة الزراعة عن فتح باب استيراد العجول والأغنام من جميع المناشئ العالمية للسيطرة على ارتفاع أسعار اللحوم، وأشارت إلى تعويضات لخسائر مربي الحيوانات، فيما أشارت إلى وضع خطط للسيطرة على الأمراض الوبائية حفاظا على الثروة الحيوانية، إضافة إلى استمرار المعالجات الجماعية لبعض الأمراض الأخرى غير الوبائية. أعلنت غرفة التجارة الأردنية أن العراق احتل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024. وقالت الغرفة إن العراق جاء في المقدمة كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة، حيث بلغت قيمتها 511 مليون دينار أردني، تليه السعودية ب 91 مليون دينار، ثم الإمارات ب 65 مليون دينار، وسويسرا ب 50 مليون دينار أردني. قال صندوق النقد الدولي إن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي، لكن أسعار السلع الأولية لا تزال أقل من أعلى مستوياتها في العام الماضي. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي جوزيك إن صندوق النقد يتابع عن كثب، وأن احتمال الاستمرار في تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط يزيد من المخاطر وحالة عدم اليقين، وقد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها. قال ماريو سينتيونو عضو المجلس البنكي المركزي الأوروبي إن التضخم في منطقة اليورو أصبح الآن قريبا من المستوى المستهدف عند 2%. وأكد صانع السياسة النقدية بمؤتمر عقد في إسبانيا أن أي قرارات حالية سيتخذها البنك سيكون منبعها الأول التضخم عند 2% في غضون عامين، وذلك وفقا لما نقله موقع بلومبرغ. وتباطؤ نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بالفعل إلى 1.8% في شهر أيلول، على الرغم من توقعات بعودة الارتفاع مرة أخرى في الأشهر المقبلة. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.